مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في فضائيات جنوب السودان. انا سيلفانا اندريا معاكم، والليله نحن بنحتفل بعيد شهداء النضال وعلى راسهم دكتور جون جرام دامبيور وذكراهم عطره في حياتنا. ربنا يبارك اسرهم. وبمناسبه ده نحن هنرجع لتاريخ الحركه الشعبيه، ومعانا واحد من ناس ساهموا في نضال بتاع جنوب السودان والسودان ككل، ولسه هو بيناضل حتى الآن عشان يكون في استقرار في جنوب السودان. كبرت ياسر، بنقول لك أهلا ومرحبا بك في فضائية جنوب السودان. مرحبا بك أستاذة نيانيوك ماتيانغ سيلفانا. أنا سعيد بأنه أكون معكم بالذات في هذه الذكرى المهمة، ذكرى الشهداء جنوب السودان، والسودان أرض للشهداء، وجنوب السودان قدم ثمن كبير، وهذه الذكرى ذات أثر خاص لأنه الشهداء الرمز الكبير لهم ودكتور جون جرام دامبيور. سيد ياسر، كيف بتوصف لنا بمناسبة الذكرى ده؟ عندنا تاريخ طويل بدأ من زمان، خاصة للشعوب المحمشة في السودان. كيف بتوصف لنا المسار بتاعة حركة شعوب المحمشة في السودان قبل استغلال بتاعة 56؟ طبعا تاريخ بتاع السودان نفسه تاريخ طويل. واحد من المشاكل الكبيره انه الذاكره التاريخيه بتاعت السودانيين قاعدين يحصروها في ازمنه محدده. في ناس بيحصروها مثلا من 56 زي ما انت ذكرتي، او قبل 56 في ناس بيمشوا في 1821 الاستعمار التركي مثلا، او الثوره المهديه. لكن السودان هو بلد له 7000 أو أكثر سنة من التاريخ، هو جزء من حضارات وادي النيل القديمة، وذاكرته التاريخية تمتد في كل هذه السنوات. مثلا المسيحية في السودان ما هي المسيحية الحديثة اللي جاءت السودان، حكمته ممالك مسيحية لمدة 1000 عام. حتى الآن في شمال السودان لما أنت تمشي بتلقي الأطفال الصغار بيودوهم للنيل في طريقة أقرب للمعمودية، بعدين الطفل الصغير برسموا له بالكحل صليب في راسه. ده برضو جزء من آثار الحضارات القديمة، والحضارات لا زالت شاهدة في جبل البرقل، في مناطق مختلفة من مناطق السودان انت بتلقي لا زالت آثار هذه الحضارات موجودة. فالسودان بلد فاعل في الحضارة الإنسانية والهندسة والعلوم، بدأت في وادي النيل ومروي مثلا كانت برمنغهام إفريقيا، ولذلك نحن شعوب قديمة وشعوب ممتدة شمالا وجنوبا وفي حوض وادي النيل. كيف أنت بتغيم لنا مراحل بتاعة المرة بين جنوب السودان قبل نحو الاستغلال؟ يعني نحن مرينا بالتاريخ من 47، وقبل 47 مرينا بعنيانيون لغاية ما جينا لحركة بتاعة 83. بتغيم لنا كيف المراحل اللي مرت بها جنوب السودان نحو الاستغلال؟ في حياتي وجذبتني للحركة الشعبية إنه الحركة الشعبية كان عندها منظور تاريخي للنظرة لتاريخ شعوب جنوب السودان ولشعوب السودان، وقادة الحركة والمؤسسين للحركة ودكتور جون جرام كان هو غاري للتاريخ، والتاريخ مهم جدا لانه الزول ما بيعرف هو جاي من وين، ما بيعرف هو ماشي لوين. ولذلك جنوب السودان والسودان عموما هم جزء من حضارات وادي النيل القديمه، ونحن لما كنا في الكليه السياسيه والعسكريه برضو كنا بنتطرق للشيخ انت ديوب وتاريخ وادي النيل، وانه حضاره وادي النيل بناها الانسان الاسود ولا زالت اثاره. وحتى في الاسماء الان الموجوده في جنوب السودان بتلقى كثير من الاسماء مرتبطه حتى بالملوك القدماء في مصر القديمه وغيرها. فجنوب السودان هو شعب، جنوب السودان شعب تمتع بانه ينزع للحريه وينزع للعداله، وقدم ثمن غالي جدا وفاتوره غاليه في الحروب ضد المستعمرين الاجانب وضد
الحكام السودانيين اللي جوا بعد 56 في سبيل المواطنة بلا تمييز وفي سبيل الجنوبيين يكونوا يحتفظوا بحقهم في أن يكونوا آخرين ويحتفظوا بحقهم في بناء شخصيتهم وذاتيتهم وإلى أن تحقق استغلال جنوب السودان. ولكن استغلال جنوب السودان ليس هو نهاية التاريخ، لا زال الشعوب بتاعت السودان شمالا وجنوبا لا زالت عندها ارتباطات كبيرة تاريخية وثقافية واقتصادية وسياسية وجغرافية سيكون لها امتداداتها في المستقبل. الحركة الشعبية برئاسة الدكتور جون أسسه سنة 83، وين كان ياسر أرمان في الزمن ذاك؟ أولا أنا يعني بهذه المناسبة أحيي قادة الحركة الشعبية الكبار وأحيي الخمسة مؤسسين للحركة الشعبية، دكتور جون غرانغ ديمافيور سيد الشهداء وزعيم شهداء الحركة الشعبية، كاربينو كوانجان بول وويليام يون وسيد فكير ميار ديب وأرق دون أرق، هؤلاء المجموعة العظيمة. أنا حينما قامت الحركة كنت طالب في الجامعة، ما انتهيت من دراستي الجامعية، وفي فترة من عام 84 ل 85 عديت سنة في سيدني كوبر لأنه كنت ضد نظام جعفر نميري وكنت ناشط في حركة الطلبة. في سيدني كوبر أنا لقيت كنت بسمع راديو الحركة الشعبية، كان أداء مهمة جدا وأداء كبيرة ولعبت دور كبير جدا في تاريخ الحركة. وفي راديو الحركة الشعبية في السجن التقيت بعدد من الأصدقاء كانوا من أنيانيتو، الراحل جوني جوك وبيل ليل وديفيد داك ديفيد كوك، كانوا دينغ دينغ، كانوا مجموعة من المناضلين اختطفهم الأمن السوداني من نيروبي للخرطوم وسجنهم في الخرطوم، ومنهم برضو تحصلت على معلومات. بعد ذاك كان لدي أصدقاء قدامى جزء منهم الآن موجودين في الحركة الشعبية وناس ساهموا في أنه أنا أجي للحركة الشعبية. أنا التقيت بمشر طون أرق وهو الأخ الأصغر لأرق طون أرق وهو ضابط خريج الكلية الحربية، وأنا بعرفه منذ أن كنت في الوسطى. وفي المرحلة دي برضو أنا لقيت ناس لاحقا من الناس المهمين جدا في الحركة الشعبية، منهم اللواء شور بيار هو موجود في الجيش الشعبي الآن، وبعدين أدور دين أدور ملوى الجوغاب، ديفيد بولان ألير يعقوب بولان ألير في المرحلة الثانوية. وحينما قامت الحركة بعد 3 سنوات من قيام الحركة بمساعدة من مشهور طون أرق ومن يوهانس يور أكول استطعت أن آتي إلى أديس أبابا وأنضم إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان، وكان ده واحد من أهم الخيارات اللي اخترتها في حياتي وأنا سعيد بهذا الخيار. هنرجع لكلامك، انت جميل قلت انه انت من شمال السودان من جانب الثاني للحركة الشعبية. ياسر سعيد أرمان متهم بانه شيوعي، والناس بيستغربوا انه شمالي عربي مسلم ينضم لحركة في جنوب السودان، والناس بيقولوا انه ياسر أرمان ما لقى كرسي في الشمال او ما لقى مكانة في حكومة عشان كده هو ينضم للحركة عشان يعمل له تاريخ ومقعد. ردك شنو للكلام؟ طبعا الكلام ده هو صدى للدعاية الشديدة اللي عملت الحكومة السودانية ضدي بذات المؤتمر الوطني، طبعا غير صحيح. أول حاجة أنا ما متهم، أنا كنت شيوعي بالفعل وكنت شيوعي لمدة 8 سنوات، ولما دخلت الحزب الشيوعي أنا ببحث عن العدالة الاجتماعية، ببحث عن مجتمع جديد. لما جاءت الحركة الشعبية أنا كان عندي اهتمامات بالقرايات القديمة، بقرأ عن جنوب أفريقيا، بهتم بالقضايا بتاعت القوميات، بهتم بقضايا الجنوب. قريت لجوزيف غرين كتابه المعروف The Dilemma of the Southern Intellectual، مأزق المثقف الجنوبي لما كنا طلبة. كل ذلك ساعدني في أنه أكون فكرة
أكثر وضوحا، وأعرف إنه قضية الجنوب في ذلك الوقت هي القضية الأهم في السياسة السودانية، وإنه دون أن يستقيم أمر الجنوب ودون أن تحل قضية الجنوب ما ممكن السياسة السودانية تمشي لقدام. بعد ذلك ما كنت باحث عن مقعد، لأنه أنا كنت واحد من قادة حركة الطلبة. أيضا لما جيت الحركة الشعبية في دليل آخر، إنه بعد الاتفاقية 2005 الرئيس الفكير ميار ديد طرح لي أكثر من مرة إنه أنا أكون وزير، وأنا رفضته واعتذرت له عن إنه أكون وزير في ذلك الوقت. وحتى الآن أيضا قاعد باستمرار أقول إنه أنا لا يمكن أن هذه هي خياراتي. خيارات الحقيقية بتاعتي في الحياة هي الوصول لمجتمع عادل، الوصول لمجتمع منسجم، وخياراتي دي خيارات واضحة والتزمت بها سنوات طويلة. وحينما جيت في الحركة الشعبية في جنوب السودان تزوجت أيضا من جنوب السودان زوجتي أم سناء ووردين كوال، ولذلك هي دي خيارات مربوطة برؤيتي أنا للعالم وللأشياء ولضرورة خلق مجتمع إنساني، ليست بحث عن مقعد. وجدت مقاعد كثيرة في حياتي واعتذرت وتنازلت عن هذه المقاعد، لكن الرحلة بتاعتنا هي رحلة مرتبطة بالشهداء. هذا هو يوم الشهداء. كم من الناس اللي جوا الحركة الشعبية ما كنا في الوقت اللي جينا فيه الحركة الشعبية، نحن جينا في وضع مجهول، وما في زول كان بيعلم ذاته انك انت حتلقى مقعد او ما حتلقى مقعد. انت ممكن كان نحن كلنا الناس الموجودين كان ممكن في اي لحظة من اللحظات هم ما يكونوا موجودين الان. بعدين ما جينا لحفلة بتاعت مناصب، جينا لحرب، والحرب طبعا ليست مكان لتوزيع المناصب. ونحن قعدنا في الحركة الشعبية يعني سنوات طويلة، والحرب كثير من الناس تراجعوا، كثير من الناس مشوا خرطوم، والحركة الشعبية ذاتها انهزمت في أوقات في سنوات من 91 ل 94. الحركة الشعبية كانت على يعني وشك الانهيار. لم نتخلى عن الحركة الشعبية، البشير نفسه كان يعرض المناصب، وأنا كانت لدي صلات عديدة، بعرف ناس وفي ناس أقربانا في السلطة. فهذه ليست قضية، هذا جزء من التشويه للصورة بتاعتي، وجزء من أن المساهمة بتاعتنا ما كانت مساهمة حقيقية. الحركة الشعبية قدمت مساهمات حقيقية، مساهمات على رأسها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى. نعم، أوصف لنا كده كيف أنت انضممت للحركة الشعبية، وكيف أنت خرجت، ومن وين أنت طلعت لغاية ما أنت جيت للغابة؟ هل كان ساحل عشان انت تطلع؟ كان صعب في الزمن ده انه الناس يطلعوا، فانت قدرت تطلع كيف من الشمال لغايه ما تجي للغابات بتاع الجنوب، والناس ساعدوك عشان تطلع في الزمن ده؟ اولا طبعا الاصعب حاجه في العمليه دي مش الموضوع بتاع اللوجيستيك ولا انه كيف امشي واصل. الحاجه الصعبه طبعا انا مولود في وسط السودان، وبعد ذاك التاريخ بتاع السودان فيه تناقضات، وكان الناس بينظروا لأنه القضايا هي بين الجنوبيين والشماليين، وبين العرب والأفارقة، وبين المسلمين والمسيحيين. فأنا بقع في كل هذه التوصيفات، بقع في الجانب الآخر، بقع في الجانب اللي بيصنفوه بطريقة صحيحة أو غلط، ممكن يكون غلط، في الجانب اللي بيصنفوه عربي شمالي مسلم. دي أكثر صعوبة. لكن أصلا أنا منذ المرحلة الوسطى، وفي المرحلة الوسطى لقيت ناس مشهر طون عرب، بعدها في الثانوي كنت مهتم بالجنوب، ثم إنه أنا كنت برضو ناشط في حركة الطلبة السودانية، وكنت واحد من القادة بتاعت حركة الطلبة في الجامعات. وفي الجامعات نحن كان عندنا اهتمام شديد بالحركة الشعبية. أنا حركة شعبية، حركة تقدمية، طرحت وحدة السودان وطرحت مشروع السودان الجديد، ومشروع السودان الجديد هو مشروع جازم. في الجامعة برضو أنا اشتغلت مع عدد من الطلاب الجنوبيين،
وساهمت معهم في بناء تنظيم اسمه المؤتمر الوطني الإفريقي السوداني في الجامعة، ومنهم مولانا جيمس الالات، هو قاضي هسه في المحكمة العليا، وعدد تاني من أصدقائنا أنا متأسف إنه ما أقدر أذكرهم بسرعة، لكن في الوقت ذاك نحن كنا مهتمين بالحركة الشعبية بعد الانتفاضة، برضو استمعنا لخطابات القائد جون قرم، ونحن كنا شاركنا بفاعلية في انتفاضة 1985، وكنا غضبانين من النتائج اللي وصلت لها الانتفاضة. فأنا واحد من الناس اللي قررت أسهب إلى الحركة الشعبية، من الناس الساهم مساهمة مباشرة، هم الراحل مشر طون عرب، مشر طون عرب كان قائد حامية حلايب، وقتيل بواسطة الحكومة السودانية وبتوجيهات مباشرة من إبراهيم شمس الدين، ومؤخرا أنا عرفت من شخص مهم جدا إنه مشر كان في طب، ليس صحيح إنه هو قتيل في جوبا، إنه هو كان دار يركب الطيارة في طريقه إلى لندن، وأدوه يعني إذن إنه يمشي لندن للعلاج، ومن سلم الطيارة هو كان تعدى كل الإجراءات، نزلوه من الطيارة، ثم تم اغتياله. مشر شخصي عظيم ومهم ووطني جنوبي حقيقي، وساعدني مساعدة كبيرة جدا جدا في الوصول للحركة الشعبية. كذلك مولانا يوهانس يور أكل هو الشخص المباشر اللي عمل لي تأشيرة لأدي سبابة، أنا جيت عن طريق أدي سبابة، التأشيرة بأنه الشخص في وسط السودان الشمالي كانت صعبة في الوقت ذاك. أنا كان لقيت الراحل الدكتور بيتر نيوت، وهو كان مزور مكتب الحركة في الداخل دون ما أنا أعرف الكلام ده في الوقت ذاك، ولقيت صديقنا والمناضل والراحل الكبير إدوار لينو، وكل هؤلاء الناس، لكن يوهانس يوراكول ساهم مساهمة مباشرة في أنه يسهل لي الوصول لأديس أبابا. وحينما وصلت إلى أديس أبابا بعدها ذهبت إلى إيتن، وبعد ذاك بديت مسيرة. إيتن ده كان أكبر معسكر للاجئين، وأول مرة ألتقي بأكثر من 200 ألف من الجنوبيين في محل واحد، ثم بدأت رحلتي اللي استمرت الآن لمدة 35 عام. شكرا سيد ياسر سعيد أرمان. مشاهدي فضائية جنوب السودان، نحن لسه بنتواصل معكم، خلينا نمشي فاصل ونجي نواصل. فضائية جنوب السودان، ونحن لسه بنتواصل عن حلقة في عيد الشهداء، ومعنا السيد ياسر سعيد أرمان، وهو من ضمن الناس الناضلوا من أجل استقرار بتاع السودان الكبير. نحن لسه بنتواصل معك، زي ما إحنا عارفين إنه الحركة الشعبية بيقولوا إنه حركة الشعبية حركة قبلي. والله طبعاً أنا ما داير، طبعاً أنا ما هيني في سبيل الدعاية السياسية، طبعاً الحركة الشعبية دي جات من المجتمع، ما جاءت من
السماء. طبعا المجتمع ده فيه تعقيدات سياسية واجتماعية واقتصادية وتاريخية. الغبلية أثرت على الحركة في أوقات كثيرة، لكن الخط الرئيسي بتاع الحركة الشعبية والرؤية بتاعتها ما عندها صلة بالغبلية، والحركة الشعبية ساهمت في بناء علاقات جديدة في المجتمع السوداني. وأنا دائما بنظر للحركة الشعبية مش كجسم سياسي، بنظر لها كجسم اجتماعي ازدهرت فيه. أنا بعرف كثير من أصدقائي من عالي النيل مثلا تزوجوا في بحر غزال، ومن بحر غزال تزوجوا في عالي النيل والاستوائية، ومن الاستوائية تزوجوا في عالي النيل وفي بحر غزال. الحركة كانت حركة اجتماعية وجابت ناس كثيرين جدا. بعدين في بدايات صح الحركة الشعبية الانقسامات اللي حصلت فيها حاولت تجرها لاتجاهات غبلية، لكن رؤيتها وبالذات السنوات الأولى من 83 إلى 91 أنا ما كنت بعرف القبائل بتاعت الناس في الوقت ذاك. وفي الوقت ذاك جاء أعداد كبيرة من قادة الحركة الشعبية اللي بتشوفوهم الآن بتقوم من قبائل مختلفة والناس اللي احتلوا مواقع كبيرة. الحركة في الأصل هي مشروع ضد الغبلية، ليست ضد القبائل. القبائل ستكون موجودة لمراحل طويلة في تاريخنا، لكن هي مشروع ضد الغبلية، هي مشروع للبناء الوطني، هي مشروع لأنها تجيب الناس باتجاهات جديدة. لكن الغبلية اصطدمت الحركة بالغبلية في أوقات كثيرة ولا زالت تصطدم بها سواء في الشمال أو في الجنوب. والغبلية جزء من الواقع الاجتماعي والسياسي الموجود في السودان وفي جنوب السودان، لكن الحركة في الأصل ليست مشروع غبلي على الإطلاق، وإلا ما كان نازي من أمثالنا كان استطاعوا أن يكونوا موجودين في طوال هذه السنوات. حنمشي بعد نضال الكثير ده في اتفاقية سلام الشامل، رأيك شنو في الاتفاقية؟ هل وفر حقوق للشعوب المحمشة في السودان؟ نعم، وفر لبعض الشعوب ليس كل الشعوب. مثلا الجنوبيين كان عندهم مطالب تاريخية، والجنوبيين كانوا دائما دارين كون هويتهم الوطنية الخاصة، استطاعوا فعلا أن يصلوا إلى دولة عبر حق تقرير المصير، لكن لا زالت الشعوب المهمشة في السودان. والتهميش بالناس وليس تهميش جسمي فقط، مثلا النساء من أمثالك هم الحركة الشعبية ظلت تطلق عليهم، والدكتور جون قرن إنهم مهمشات المهمشين. ونحن لو مشينا في شرق السودان يعني اندهش كثير من الجنوبيين المشوا لشرق السودان انه يجدوا قبيلة مثلا زي الرشايدة، ناس حمر يقوم يعني وقبيلة عربية يقوم مهمشين ويشتكوا من التهميش. ولذلك التهميش به تعقيدات كبيرة، والحركة سعت باستمرار في مشروع الفكري والنظري أن تطرح قضايا المهمشين. قضايا المهمشين لم تنتهي بعد ولا زالت موجودة في الطاولة. نعم. في عدم اتفاق كان بين أطراف اتفاقية السلام الشامل، وده أدى لاحتجاجكم لنتائج الاستفتاء، قانون الاستفتاء بتاع جنوب السودان. والدوافع اللي خلاكم تحتجوا كان شنو، والعواقب اللي جيتوا بعد الاحتجاج؟ لا طبعا في الوقت ده تعرف المؤتمر الوطني لاتفاقية السلام طبعا نحن واجهنا فيها مصاعب كبيرة. أولا بعد 21 يوم من الاتفاقية استشهد رئيس الحركة الشعبية ومؤسسة الدكتور جون قرن. الرئيس سلفا كير واجه مصاعب كثيرة، والحركة الشعبية لأنه نحن كان عندنا شريك هو المؤتمر الوطني، شريك مراوغ وشريك ما كان يريد أن ينفذ اتفاقية السلام، لكن بنضال الحركة الشعبية وثباتها، ودي لوحة يجب كتابتها ويجب معرفتها بدقائقها وبأسرارها، لأن فعلا الحركة الشعبية استطاعت في ظروف صعبة جدا وبعد ما وجهت برحيل المفاجئ لدكتور جون قرن تحت قيادة سلفا كير أن
يعني تناضل من أجل تنفيذ الاتفاقية، وقادة الحركة وكادر الحركة كلهم لعبوا دور كبير. بعد ذاك المطار الوطني كان يريد إنه دار يتنصل وما كان دار ينفذ حق تقرير المصير. نحن وضعنا خطة كحركة شعبية وجبنا أكثر من 1000 من المنظمين بتاع الحركة الشعبية في العاصمة القومية، وعملنا مظاهرات ضخمة مع القوى السياسية، كانت في قوانين تانية، والحكومة اهتزت اهتزاز شديد. وفي ذلك الوقت هي قامت، أنا كنت رئيس الهيئة البرلمانية لمدة 5 سنوات، اعتقلت فاقان وأنا وآخرين من كادر الفاقان أموم وأنا وآخرين من كادر الحركة الشعبية، وقيادة الحركة وقفت موقف قوي، وكذلك المجتمع الدولي، ونحن استطعنا أن نمر قانون الاستفتاء في ذلك الوقت، ورفضنا ألاعيب المؤتمر الوطني في البرلمان، ومما أتاح في نهاية المطاف بفضل نضالات السودانيين والجنوبيين فيما يخص حق تقرير المصير، استطاعوا أن يمارسوا حق تقرير المصير. كانت هذه معركة كبيرة ومعركة معقدة ومعركة صعبة، لكن قيادة الحركة الشعبية استطاعت أن تصل إلى تنفيذ حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الجنوب السوداني. نعم، جنوبيين أو جنوب السودان كانوا بيطالبوا بجعل الوحدة جاذبة قبل في 6 سنين، يعني بعد الاتفاقية 6 سنة المفروض ناس يمشي يصوتوا للاستفتاء، لكن الحكومة في الشمال ما أدت تنمية وما بنى صيغة بين الشعوب، مثلا في جنوب السودان وشمال السودان. في رأيك ممكن نقول إنه النظام البائد هو السبب عشان جنوب السودان ينفصل، أو هم شجعوا عشان جنوب ينفصل من شمال السودان؟ طبعا كاميرا سيلفانا أنت بتعرفي إنه طبعا قضية الموضوع بتاع الوحدة والانفصال موضوع معقد، لم يبدأ بنظام البشير، لكن نظام البشير لعب دور رئيسي واستخدم الدين ضد والجهاد ضد شعب جنوب السودان وشعوب أخرى. الحركة الشعبية برضو لم تهتم بالتحول الديمقراطي في ذلك الوقت، لكن نظام البشير هو اللي لعب دور رئيسي في انفصال الجنوب. نظام البشير كان بفضل إنه يقعد في كرسي الحكم، الكرسي الكبير اللي تذكرتيه ده، أكثر من إنه يوحد السودان، وكان مستعد إنه يخلي الجنوب يمشي عشان هو يقعد في الحكم. ونظام البشير كان بيفتكر إنه الجنوبيين إذا قعدوا مع الشعوب الثانية بيشكلوا خطر، فأحسن الجنوبيين يمشوا عشان هم يكونوا قاعدين في الحكم. حاول من قبل كده يدمر الحركة الشعبية، ما استطاع أن يدمر الحركة الشعبية، حاول يمزق الحركة الشعبية في 6 سنوات، لكن الحركة الشعبية تماسكت وقيادتها تماسكت وما استطاع إنه يدمرها في ذلك الوقت. لكن تاريخ السودان في 200 سنة فاتت هو تاريخ معقد، فيه قضايا بتاع تجارة الرقيق، فيه قضايا بتاع تناقضات ضخمة، وفيه قضايا داخلية وخارجية، لكن في نهاية الأمر المطار الوطني بيتحمل المسؤولية الكبرى. لكن أنا دائما بقول إنه الانفصال ما هو نهاية التاريخ، يمكن أن نبني تاريخ جديد. أوروبا، في أوروبا مثلا ألمانيا وفرنسا في الحرب العالمية الثانية، ألمانيا احتلت فرنسا ودمرت باريس. في الوقت ذاك لو انت قلت لفرنسي نعمل اتحاد بين المانيا وفرنسا بيقول لك انت مجنون. الان في اتحاد اوروبي، لو قلت للفرنسيين او الالمان كونوا اعداء لبعض بيقول لك برضو انت مجنون. يمكن نحن نعمل اتحاد سوداني بين دولتين عندهم سياده ومستقلتين، ونحن الشماليين والجنوبيين ما بننفصل من بعض، ويجب أن نزعى لقيام اتحاد سوداني. أي زول عنده دولة براو، عنده مؤسسات براو، لكن في نفس الوقت يكون في اتحاد سوداني زي الاتحاد الأوروبي تمشي من إسبانيا لحد تركيا في بلدان كثيرة. أي زول عنده بلده، لكن أي زول ممكن يشتغل، ممكن يمتلك، يكون عنده حق التملك، يمكن يسافر لأي بلد، لأن إحنا علاقاتنا علاقات قوية جداً. الجنوب حدوده مع الشمال بتبلغ أكثر من 2018 كيلومتر، الباقي الحدود مع البلدان الثانية هي بتساوي نفس
المساحة دي احنا علاقاتنا فيها دم وفيها تاريخ وفيها ثقافة وفيها مصالح كمان، انه مثلا الجنوب ممكن يستورد اكثر من 137 سلعة من الشمال. الشمال الجنوب بالنسبة له هو الجنوب، الحاجات اللي هو بينتجها السوق بتاعه في الشمال وما بعد الشمال، والعالم الآن بيعيش في كتلة. فنحن دايرين نعمل اتحاد سوداني بين دولتين مستغلتين في الجنوب وفي الشمال، وكمان بين دول الجوار كلها. نحن كفارغة وحتى في امتداداتنا في العالم العربي يجب أن نواجه العالم كله متحدين. الجيل الجديد يجب أن يصنع. نعم، ممكن نقول بعد استغلال جنوب السودان الحركة الشعبية قطاع الشمال فقدت الحاضنة وضاعت عمال شعوب المحمشة. والله ما طبعا ما فقدت الحاضنة ولا أضاعت عمال الشعوب. طبعا الجنوب بعد ما بقى دولة بيلتزم ما تلتزم به الدول. الحركة الشعبية عندها قضية حقيقية في الشمال وقضية ما بتنتهي وحتستمر وهسه استمرت وهي موجودة، لكن للأسف الحركة الشعبية في الشمال نفسها يعني انقسمت زي ما الحركة الشعبية في الجنوب كم مرة انقسمت، لأنهم بيجوا من نفس الدي ان ايه، بيجوا من نفس الحمض النووي، عندهم مشاكلهم. لكن الحركة الشعبية في الشمال كان مفروض تستفيد من التجارب بتاعت الجنوب ومفروض توحد نفسها، وحتى الآن برنامج الوحدة هو البرنامج الاستراتيجي. والآن في الشمال يعني في متغيرات جديدة وفي أجيال جديدة وفي شباب جديدين ونساء جديدين بيؤمنوا برؤية السودان الجديد، والحركة الشعبية يجب أن تصل للسلام. ونحن سعيدين بأن جوبا لعبت دور رئيسي لأنه ده بيساعد في تمتين العلاقة بين الشمال والجنوب. برضو السودان برضو ساهم في سلام الجنوب، فالسلام هو هدية متبادلة بين الشعبين. والحكومة الجنوب والرئيس الفقير مع مساعدينه لعب دور مهم، والدور ده ذاته بيعتبر إضافة للعلاقات. والجنوبيين والشماليين هم دولتين ما عندهم أطماع في بعضهم البعض، ويجب أن يطوروا علاقتهم من خلال السلام ويغيروا علاقتهم من علاقات أساسا منتجة للصراعات وللحروب وللمشاكل إلى علاقات منتجة للتعاون وللسلام وللتطور وللتنمية. ده المفروض أن إحنا الاتجاه نمشي فيه، وده بيتسق مع الفكر بتاع الحركة الشعبية. الليلة نحن بنحتفل بعيد شهداء النضال، وإنت واحد من ضمن الناس اللي ساهموا في النضال الطويل ده. عيد ده بيعني لك شنو؟ أو حتقدر تقول لنا شنو على المناسبة ده؟ طبعا دي مناسبة عظيمة، عظم التضحيات. الجنوب ده ما توجد غرية فيه ولا مدينة ما فيها شهداء وعشرات من الشهداء. الحركة الشعبية وجيش الشعب لتحرير السودان رسم لوحة باهرة ولوحة كبيرة وقوية للتضحيات والشهداء، وعلى رأس الشهداء دكتور جو كرم ديمابيو. لكن في هذه اللوحة الكبيرة انت ممكن تجدي حاجات يجب ان تؤرخ. وفي رغم محاولات تلفزيون جنوب السودان وملاكا يوين والآخرين، لكن في عشرات اللوحات المهمة لم ترسم لوحة لفرانسينغ وور في الجيكو، وهو يستشهد ومعه ما يقارب 20 ضابط في الجيب اللي كان هو بيدافع عن الجيب. وكان الوقت ذاك العربة بتاعت الجيب الموجودة دي من الآليات النادرة عند الحركة الشعبية. فالمقدم فرانسين وور ببسالته، ودي لوحة مفروض الشباب وشعوب الجنوب يعرفوها. ناشرات ناشلوك واحد من قادة الحركة في أعلى مستوياتها في قيادة العليا، وهو يستشهد في ذلك الوقت. بعد ذلك عشرات من الناس اللي أنا بعرفهم من قادة الحركة الشعبية ومن ضباطها اللي غادوا المعارك ومن جنودها، والشهداء بواحد الجنوبيين
لأن الشهداء دي الموجودين من كل القبائل بتاعت الجنوب ومن كل المناطق بتاع الجنوب. فهذا يوم للوحدة، وهذا يوم لانتصار إرادة الشعب، وهذا يوم لانتصار إرادة الشهداء، وهذا يوم للبناء، ويوم للمصالحة، ويوم للاحتفال. وأنا أتمنى إنه في شوارع جوبا وشوارع مدن الجنوب تحمل أسماء الشهداء الذين رفعوا هذا العلم، والغرى أن تخلد الشهداء وأن أهتم بأسرهم وأن أهتم بأبنائهم، لأنه أنا لدي عشرات الأصدقاء من شهداء الحركة الشعبية والجيش الشعبي والمواطنين المدنيين الجنوبيين العاديين اللي قدموا تضحيات كبيرة، وكذلك الحركة الشعبية في شمال السودان، وكذلك شعوب السودان ككل. قبل ما نمشي لختام بتاعت حلقتنا، أطلقوا لكم أنت وبعض الإخوة بأولاد قرم، ما هو المغزى من الاسم ده؟ والله طبعا أولاد قرم دي الأولهم سلف فقير ميار ديد، طبعا دي محاولة لتمزيغ الحركة الشعبية. وأساسا قرم إذا الكلام ده مقصود به أي حاجة تانية لأنه فرتقوا الحركة الشعبية، ما في زول أقرب لقرم من سلف فقير، لأنه أساسا سلف فقير التقى بقرم في العنيانية الأولى وهو حكى لي قصص كثيرة، وقرن كذلك في التقوا في الشرق الاستوائية، وظلت العلاقة بتاعتهم في الجيش السوداني، وأسسوا الحركة الشعبية مع بعض وغادوا الحركة الشعبية مع بعض. ولكن زي ما بقول سيد فكير نفسه إنه اللسان والسنون أحيانا بيعضوا بعض، فبالتالي إذا كان المقصود هو تمزيق صف الحركة الشعبية يجب نحن لا نشتري البضاعة دي. قرم مبير هو مؤسس للحركة الشعبية، وسلف فقير غادنا أيضا في الحركة الشعبية، ونحن الحركة الشعبية ما عندها سبيل إلا وحدتها. والآن الجنوب ملك للجنوبيين كلهم، حركة شعبية وغير حركة شعبية، والجنوبيين كلهم ساهموا، حتى الناس من غير أعضاء الحركة الشعبية. الحركة الشعبية ليست هي الوحيدة التي ساهمت، الجنوبيين بجموع شعوبهم في الداخل وفي الخارج ساهموا في هذه القضية. الحركة الشعبية بنت الشعوب السودانية شمالا وجنوبا، وقرن هو قائدنا وزعيمنا كلنا. وبعدين قرن برضو مش أولاد بس، برضو عنده بنات كثيرين جدا، بدل بس يطلق عليه إنه أبناء قرن. وأخيرا ممكن نقول الحركة الشعبية أو رعية بتاعت الحركة الشعبية انتهت بالدكتور جون قرن، والسودان الآن ماشي في التحقيق بتاعت رعية بتاعت سودان الجديد، هل حيحقق؟ لا جيد بتحقق، لأنه كل الإجابات للتناقضات الحالية موجودة في برنامج السودان الجديد. الرؤية لا تموت، والرؤية تكون دائما موجودة، ولذلك الحركة الشعبية مثلها مثل أي كائن حي بتمر بمراحل متعددة، والمجتمع فيه تناقضات كبيرة، لكن هذه الرؤية ستظل موجودة. رسالتك للشعب السوداني الجنوبي والشمالي؟ أنا رسالتي بسيطة جدا جدا، أول حاجة ما في أقرب لشعب الجنوب من شعب الشمال السودان، ما في أقرب من لشعب الشمال السودان من شعوب جنوب السودان. هذه الشعوب شمالا وجنوبا هي قريبة لبعض، عندها تاريخ، عندها يعني مصالح، وعندها ثقافات ودماء. وإذا كان لي أي أمنية وهي أن نساهم في علاقات استراتيجية بين الجنوب والشمال، يجب أن تقوم علاقات استراتيجية بين دولتي السودان. رسالتك للشعب السوداني الجنوبي والشمالي؟ أنا رسالتي بسيطة جدا جدا، أول حاجة ما في أقرب لشعب الجنوب من شعب الشمال السودان، ما في أقرب من لشعب الشمال السودان من شعوب جنوب السودان. هذه الشعوب شمالا وجنوبا هي قريبة لبعض، عندها تاريخ، عندها يعني مصالح، وعندها ثقافات ودماء. وإذا كان لي أي أمنية وهي أن نساهم في علاقات استراتيجية بين الجنوب والشمال،
يجب أن تقوم علاقات استراتيجية بين دولتي السودان. سيدي ياسر سعيد أمان، نحن سعيدين باللقاء معك وبنشكرك عشان أنت سردت لنا تاريخ الحركة الشعبية، أنت كنت ضيف عزيز بالنسبة لنا، بنقول لك شكرا. مشاهدي فضائية جنوب السودان، بنشكركم لحسن متابعتكم. ده كان حلقة عن عيد شهداء الثورة بتاعت الحركة الشعبية، ودي الناس اللي خلونا عشان نكون في السلام في يوم بتاعت الليلة، وبيدمهم أن احنا كتبنا التاريخ بتاعت السودان الكبير والسودان الجنوبي في جنوب السودان ورفعنا به عالمنا، وإن شاء الله دائما بيدمهم يكون عندنا استقرار وسلام في كل ربوع السودان وفي جنوب السودان. بنقول لكم شكرا لحسن متابعتكم، مع السلامة.